ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره.
لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلا يا من بيده مقاليد الأمور يا من يقول للشيء كن فيكون يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى يا أعظم مأمول ويا أكرم مسؤول حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال النفوس لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والنهي نهيك ونحن عبيدك وأنت الله المستعان وأنت الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك الله أكبر مما نخاف ونحذر حسبنا الله وكفى ليس وراء الله مرمى ولا منتهى حسبنا الله الذي هو حسبنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ووالدينا وأبنائنا وذرياتنا وأزواجنا من النار اللهم اجعلنا ممن ينادون غدا في الدار الآخرة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون اللهم يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين نسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا فارج الهموم يا كاشف الغموم ربنا وسيدنا مجيب دعوة المضطرين ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم فرج همومنا اللهم نفس كرباتنا اللهم اقض ديوننا اللهم وسع أرزاقنا اللهم بارك لنا في أولادنا وأعمارنا وأعمالنا يا سميع الدعاء يا عظيم الرجاء يا رب الأرض والسماء اللهم اغفر لنا ولوالدينا
اللهم من كان منهم ميتا رهين قبره فأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، ومن كان منهم حيا فأنزل عليه عافيتك وطاعتك يا رب العالمين. اللهم متعنا ببر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. إلهنا إلهنا ومولانا تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم يا ملك الملوك، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها النفقة، يا من وسعت رحمته كل شيء وعم بفضله كل حي، اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم يا إلهنا ويا مولانا أصلح شبابنا وشباب المسلمين، وعف بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم وأوطانهم وأهليهم يا كريم. اللهم احفظ عليهم دينهم ودنياهم، اللهم حصن فروجهم، اللهم طهر قلوبهم، اللهم غض أبصارهم عما يغضبك يا كريم. اللهم احفظهم من فتن الشبهات والشهوات، اللهم قهم فتن الشبهات والشهوات، اللهم احفظهم من فتن المخدرات والمسكرات والشبهات، ومن فتنة التكفير والتفجير والتدمير يا رب العالمين. اللهم ارزق أبناءنا وشبابنا وفتياتنا الأزواج الصالحين والأبناء البارين. اللهم وسع عليهم أرزاقهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم يا كريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأجل صفاتك إليك، يا من نجى موسى في التابوت وحفظ يونس في بطن الحوت، احفظ إخواننا ورجال أمننا المرابطين على الحدود. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بكنفك الذي لا يرام، واحفظهم بعزك الذي لا يضام. استودعناك رجال أمننا المرابطين على حدودنا وثغورنا، استودعناك أبناءهم وأنفسهم وأهليهم وأموالهم وأعراضهم. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا سميع الدعاء يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا، يا سامعا لكل شكوى، يا رافعا لكل بلوى، يا
من يعلم السر وأخفى. رفعنا إليك أكف الضراعة فاجعلنا يا ربنا من أهل الحوض والشفاعة. واغفر لنا يوم تقوم الساعة. اجمعنا ووالدينا وأبنائنا وذرياتنا وأزواجنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين على سرر متقابلين. إلهنا نامت العيون وغمضت الجفون وأنت ملك حي قيوم. تسمع دعاءنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. إلهنا من نقصد وأنت المقصود وبمن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود. إن طرحنا ببابك وتعلقنا برجائك يا إلهنا يا ربنا يا مولانا يا غاية رغبتنا يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا يا غني يا كريم. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا طرقنا بابك وأنخنا مطايانا بساحتك يا من لا يرد من دعا ولا يخيب من رجا. يا من هو غني عن تعذيبنا يا من هو غني عن تعذيبنا يا من هو غني عن تعذيبنا. تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. يا ربنا برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا من عليه المعتمد والمتكل. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ارفع عنا هذا الوباء ونجنا من البلاء وعصمنا من الداء. يا إله الأرض والسماء وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك. وفقه ولي عهده وأخوانهم وأعوانهم إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك المُصطفى والحبيب المُجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وسلِّم تسليمًا كثيرًا.